السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر مهم جدا بتعلق باستخراج جوازات السفر بالسويد اللي راح تزيد رسومها اعتبارا من تاريخ 1 أيار مايو 2024، وذلك بحسب ما أعلنت الشرطة السويدية عبر موقعها على الانترنت، واللي قالت انه راح تزيد الرسوم من 400 إلى 500 كرون، يعني بمعدل 100 كرون للجواز الواحد. وبحسب بيان الشرطة فهاي الزيادة لتحسين الخدمات اللي عم تقدمها الشرطة حتى تعوض التكاليف اللي عم تكون من خلال ورشات استخراج جوازات السفر. وبالتالي اللي عنده جواز سفر رح ينتهي، بنصحه انه يجدد جواز سفر قبل ما ترتفع الرسوم. هيك نوصل لختام هذا الفيديو، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.